بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهات السابقة. إذا ما اشتركتش في قناتي ما تنساوش تضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنساوش تشغلوا جرس إشارة كي تصلكم فيديوهات أولا بأول، وتابعوا معي هذا الفيديو للآخر باش تستفادوا أكثر. يلا نبداو فيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في فيديو تاع اليوم إن شاء الله رايحين نخدموا الباترون الاساسي بناء على المقاييس اللي قلتها لكم في الفيديو السابق، اللي هو كيفيه اخذ المقاييس. انا عندي هنايا مجموعه مقاييس اللي كما قلت لكم انا راح نسحقوا نقيسوا طول الظهر. انا عندي مثال طول الظهر 38 سنتيمتر، دائره الرقبه عندي 40 سنتيمتر، دائره الابط او العرض 90 سنتيم، دائره الصدر 102 سنتيم، دائره الخصر 90 سنتيم، ودائرة الأوراك 112 سنتيم، ارتفاع الأوراك 20 سنتيمتر، وارتفاع الصدر 28 سنتيمتر. بناء على هاد المقاييس راح نخدمو إن شاء الله الباترون الأساسي. دوكا راح نخدمو الباترون الأساسي تاع الجهة العليا، والمرة السابقة المقبلة إن شاء الله راح نديرو الباترون الأساسي تاع الكم، واللي بعدها إن شاء الله راح نديرو الباترون الأساسي تاع السروال. هاد بالنسبة لهاد الفيديو راح نسحقوا متر هذا القياس، يعني اللي ما عندوش مستوى ولا شي حاجه يدير بهذا المتر القياس. ونسحقوا ثاني البيروكي، لازم باش نديروا بعض التقويرات لازم نسحقوا البيروكي نخدموا بها. نسحقوا المسطره طويله، عندي هذه المسطره اللي يعني كي شغل وجايه شويه ثقيله بالانوكس، هاي فيها 60 سنتيم فوالا. ونسحقوا ثاني الكوس، لازم الزوايا القائمه نسحقوا قدم الرصاص وبعض الالوان باش نبينوا كي نكملوا كاع نحددوا الرسم تاعنا بها. ونسحقوا ثاني الحاسبه باش نطلعوا الحسابات تاعنا، وما تصعبوها، شيء جد سهله 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 سهله. درك نوري لكم كيفاش نبداو. اول حاجه راح نرسموها الان هي مستطيل. هذا المستطيل كيفاش راح يكون؟ راح يكون الطول تاع هذا المستطيل هو طول الظهر زائد ارتفاع الاوراق. يعني انا الجزء اللي راح نخدمه ان شاء الله اليوم راح نخدمه لشغل الباترون الاساسي من الرقبه حتى لجهه الاوراق، ومن تحت كل واحد كيفاش بغى يموديفي. بغينا نديروها طويله، بغينا طويله نديروها شغل الطول هذا كنزيدوه شحال حتى لتحت على حسب اللباس، اذا كان طويل ولا كان قصير. المهم هذا هو الباترون الاساسي، ومن بعد ندير لكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله التعديلات اللي راح نديروها عليه باذن الله. الان كما قلت لكم راح نرسم مستطيل. الطول تاعو راح ندير طول الظهر اللي راني كنت اخذت الحساب تاعو، راح نستعمل فهاد نبدا بقلم رصاص هو نخدم به باش يجيني ساهل في المحي. راح ندير الطول تاع هاد المستطيل طول الظهر زائد ارتفاع الاوراق. والعرض درك الا كنت راح نخدم الجهه الاماميه مع الخلفيه، يعني ربع الامام مع ربع الخلف، راح يكون عرض هذا المستطيل يكون دائره نصف دائره الاوراق، ونزيد لها 5 سنتيم تاع التوسيع باش ما يتلاصقوناش في زوج لي باترون. ولا كنا حنا نخدموا ربع واحد راح نديروا مستطيل طول الظهر زائد ارتفاع الاوراق، والعرض تاعو راح يكون ربع دائره الاوراق زائد 2 حتى 3 سنتيم للتوسيع. يعني باش ماشي زعما التوسيع في الباترون الشغل هكا يبقى لنا القياس. دوك انا باش نصعبها لكم راح ندير لكم ربع واحد، ندير لكم ربع الامام، ومن بعد ان شاء الله راح ندير لكم ربع الخلف. اولا عندي طول الظهر كما راكم تشوفوا هنا كما وريت لكم من قبل في الشرح، طول الظهر عندي 38 سنتيمتر، وعندي ارتفاع الاوراق وراها ارتفاع الاوراق يعني 20 سنتيم، يعني 38 و 20 صافي 58 سنتيم. دونك راح نرسم مستطيل طوله 58 سنتيمتر. ناخذ المسطره تاعي نتاكد بلي راني على زاويه قائمه ولا خط مستقيم ما يكونش محوج ولا. بسم الله نبدا نرسم الخط تاعي لي طوله 58 سنتيمتر، اللي هي كيما قلنا طول الظهر زائد ارتفاع الاوراق 38 سنتيمتر زائد 20 سنتيمتر. هنا هي حبست 58 سنتيم فوالا. من هنا لهنايا باش من دوك هنا عندي ارتفاع الاوراق 20 سنتيم، راح نطلع من هاد النقطه 20 سنتيم نحددها. هنا علاش راح ندير ارتفاع الاوراق هو الاول باش نحافظ على الزوايا القائمه. دوك هنا عندي من هنايا انا طلعت من هاد النقطه، ماشي يبان لكم
ندور شوية الكاميرا، هاول لك الاخر عفوا نثبت الكاميرا تاعي. شوفوا هنا عندي هاد النقطة هنايا، هذه هي سمي هنا وين تنتهي عندي 58 سنتيمتر. من هاد النقطة لهاد النقطة صافي 20 سنتيمتر، هذا هو الارتفاع الاوراق. هنا راح نرسم خط يجي عمودي على هاد الخط. دوك نرسمو ان شاء الله باستعمال الكوس. تأكد باللي الخط تاعي اللي راح نرسمو راح يكون عمودي، ونرسم الخط المستقيم تاعي خط فقط، ما يهمنيش شحال عندي الطول، المهم انا نرسم هاد الخط تاعي. من بعد راح نشوف شحال راح ندخل في هاد الخط. دوك هذا الخط تاعي راهو عمودي، نزيد ندير هاد الخط هذا العمودي اللي هنايا لتحت اللي راح يكون عنده، اللي هو راح يدير لنا دائرة الاوراق، لانه هذا كما قلت لكم هو ارتفاع الاوراق هو اللي رانا درناه هنايا. ندير هاد الخط الثاني، هاد الخطوط فوالا. دونك هاد الخط هذا نرسمكم الكاميرا باش تشوفوا معايا. هاد الخط التحتاني هذا هو، هذا هو خط الاوراق، راح نسميه هنايا خط الاوراق، نكتب عليه عفوا خط الاوراق فوالا. وهذا الخط هذا اللي عندنا هنايا يخيطوا الظهر، حنا كي وريت لكم كي قسنا درنا من هذيك العظمه اللي ورا الرقبه حتى للخصر، يعني هذا الخط راح يكون هو خط الخصر، خط الخصر فوالا. هاد النقطه الفوقانيه اللي هنايا راح نعرفوا خط الكتف تاع كيفاش نحسبه. خط الكتف يعني احنا دائما نشوفوا بلي الكتاف تاعنا راهو جاي مايل ماشي جاي بالنسبه للمراه، بالنسبه للرجال الكتف تاعهم تلقاوه مرفوع على المراه، الكتف تاعها جاي مايل. هاد الشغل الهبطه شحال كيفاش راح تحسب؟ تحسب بطول الظهر، نقسموه هذاك طول الظهر راح نقسموه على 10 ناقص 1 سنتيمتر، ونعرفوا شحال راح نهبطوا نهبطوا لخط الكتف. بون عندنا طول الظهر كيما قلنا 38 سنتيم فوالا، عندي طول الظهر 38 سنتيمتر، 38 سنتيمتر نقسمها على 10 صافي 3.8 ناقص 1 سنتيم صافي 2.8. دونك راح نهبط على هاد النقطة الأولى، يعني 2.8 حتى 3 سنتيم ماشي مشكل. راح نهبط على هاد النقطة الأولى فوالا، على هاد النقطة بمسافة 2.8 سنتيمتر فوالا، 2.8 سنتيمتر، ونحط نقطة هنايا. عند هاد النقطة راح نرسم خط ثاني راح نسميوه خط الكتف، هذا خط الكتف. من الفوق ثاني راح نرسم خط مستقيم اللي نسموه الخط الفوقاني كاع، راح نرسم ثاني عليه مستقيم تاع الرقبة. يعني نرسم خطوط فقط، مانيش نحدد شحال راح يكون الطول ولا اكسيتيرا. دونك نتأكد يعني مانيش خارجة على الزاوية القائمة تاعي باش يجيني كلشي مريقل. نرسم هنايا خط مستقيم. الان بعد ما رسمنا هاد الخطوط نرجع باش نوضح لكم اكثر. شوفوا هنا على الماركر، كي تشوفوا هنا على الماركر واش راكم تشوفوا؟ عندنا خط الرقبه اللي هو هذا، عفوا دائره الرقبه، وهو لك الكتف. كي نشوفوا بين الكتف والخصر هنايا، شوفوا بين الكتف والخصر شغل تقريبا في الوسط كاين هاد الخط اللي فيه الصدر. يعني شوفوا هنا قلنا من هنا، شوفوا هنا عندنا باش ما نتلفناش هاد المسافه، هادي راهي 2.8 سنتيم، وعندنا هاد المسافه كامل حتى لهنايا، حتى الخصر 38 سنتيمتر، هادي كامل 38 سنتيمتر. كي ندير هنا في الاله الحاسبه عندي 38 سنتيمتر، نقص منها 2.8 شحال يبقى لي؟ يبقى لي 35.2 سنتيم. هذه 35.2 هي المسافه بين خط الكتف هنايا، خط الكتف وخط الخصر اللي هو هذا.
في الوسط تاعهم راح يجينا خط الصدف، يعني 35.2 هذه نقسمها على 2 باش نشوف شحال راح يكون عندنا، وين راح يكون عندنا خط الصدف. جاتني هنا 17.6، يعني هنا في الوسط تاع هاد الخطين، ولا شوفوا من خط الخصر هنا، من خط الخصر نطلع ب 17.6، ولا من خط الكتف نهبط ب 17.6، ما يهمش. دونك ناخذ المسطره تاعي، بسم الله، ونحسب. نجي من خط الخصر هنا، من خط الخصر ونطلع ب 17.6. هاد المسطره اللي عندي جد دقيقه، ساعدني بزاف في الخطوة. هنا عند 17.6 نرسم خط عمودي على الخط، على هذا الخط اللي راني دايرته تاع طول الظهر، نرسم عليه خط عمودي اللي نسموه هذا الخط بخط الصدر. فوالا هاك بالطريقة نسمي هذا الخط تاعي، هذا الخط هذا اللي رسمته هنايا، هذا نسميها خط الصدر. فوالا عندنا ثاني خط الإبط ولا خط العرض، هو المسافة بين خط الصدر وخط الكتف، بيناتهم كاين هذاك خط العرض اللي كيما قلت لكم عليه. هنا ما تنساوش المسافة بين خط الخصر وخط الصدر، هذه نرسم لكم ثاني باش تفهموا عليا تري تري بيان. انا المسافة بين خط الخصر وخط الصدر هنايا كاينه 17.6 سنتيم، هنا 17.6 سنتيمتر، وهنا ثاني. دونك هنايا عندنا 17.6 سنتيمتر، نزيد نقسموها على 2 تعطيني 8.8، يعني يا من خط الصدر نطلع 8.8، ولا من خط الكتف نهبط 8.8، باش نتحصلوا على خط العرض او الابط. هنايا نجيب المسطره هذه جد دقيقه كما راكم تشوفوا، نهبط شويه الكاميرا باش تشوفوا. من خط الصدر نطلع ب 8.8 سنتيمتر باش نتحصلوا على خط العرض. 8.8 صافي هنا، فوالا. ونرسم هذاك الخط العمودي هنايا. هنا راني برك باش نعرف شحال يعني هاد الخطوط وشحال راح نهبط ولا شحال راح نطلع، ومن بعد باش نديرو هذوك القياسات اللي قلت لكم عليهم تاع الدوائر. كلشي هذوك الدوائر اللي خديناهم راح نقسموهم على 4، لانه هنا راني نخدم برك ربع الامام، على بها لازمني ناخذ بالربع، ما ناخذش اكثر من الربع باش يجينا القياس سواسوا. دونك تقريبا هادو هما الخطوط اللي عندنا. عندنا اولا هنا باش نلفت لكم تعرفوا الخطوط اللي درتهم، هنايا خط رقبه فوالا، وعندي خط الكتف هبطت على خط الرقبه، الخط الكتف 2.8 سنتيمتر، خط الكتف لخط العرض ولا خط الابط، خط الابط بين قوسين العرض، هنايا عندي 8.8 سنتيمتر، وهنا ثاني عندي 8.8 سنتيمتر، وهبط عندي خط الخصر هنا ثاني، خط الصدر عفوا هذا، وهنا خط الخصر، عندي هنا خط الاوراق. فوالا دركا نجيو للقياسات اللي كنا ناخذوهم. بالنسبه قلت لكم كاين قياس الكتف، كي قست الكتف تاعي من هذيك من دركا عفوا قبل ما نروحو للكتف، هنايا نشوفوا دائره الرقبه، لقيتها عندي 40 سنتيمتر. فوالا بون، هذيك 40 سنتيمتر اللي لقيناها تاع دائره الرقبه، 40 سنتيمتر نقسمها على 6، هذا بالنسبه باش نعرفوا شحال راح نحفروا الرقبه، نقسمها على 6 ونزيد لها 1. جاتني في كالكيلاتريز شوفوا للآلة الحاسبة 7.6، يعني تقريبا نقولوا يعني قريب 8. راح نشوفوا من هذه النقطة هذه، نقول لكم الكاميرا من بداية المستطيل تاعي، راح ندخل ب 7.6 و 7.5، لا لا الحمد لله هذه
سبعة ونص، ستة حتى سبعة فاصل سبعة، نديرها سبعة فاصل سبعة ماشي مشكل، ندير نقطة هنايا، هذه هي هنايا واسمه، هذه هي باش نعرفو كيفاش راح نحفظو الرقبة. وعندي الكتف كي قست الطول تاعو، هذا نوريلكم هذه الكاميرا، كي قست الكتف لهنا هذا المكان، من هنا من هذه العظمة، من هذه من هنايا حتى لهنايا كي قستها لقيتها 13 سنتيم. دونك شحال ندير؟ شوفوا من هاد النقطة اللي درتها هنايا، هادي راح نمشي منها من حداها نزيد 13 سنتيم لحداها، نحط قد المسطرة تاعي عند 13، نمشي حتى التالي نحط ندير نقطة، هاديك هي 13 سنتيم. فوالا هاد النقطة هادي اللي درتها هنايا، هادي نسقطها على هاد الخط لهنايا اللي هو خط الكتف. دونك باش نسقطها جوست نحسب شحال عندي من هنايا لحتى التالي، جاتني بريسك واحد 21 سنتيمتر هكذاك. نسقط هاد النقطة كما قلت لكم هنايا، تك 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 حتى تهبط هنايا. فوالا هنايا راهي قد معاها، فوالا نحسب نتأكد بلي راهي هنايا عندي 21 سنتيمتر، إلا واحد 1 مليمتر هكاك، نحط نقطة تاعي هاديك هي سوا سوا. دونك كيفاش راح يكون هذا هو هنايا 13 سنتيم، هاديك هي الهبطة تاعت الكتف. نضبط هاد النقطة، شوفوا هاد النقطة اللي حطيتها الأولى هادي كي حسبت 7 سنتيم، نضبط هاد النقطة هنايا بهاد النقطة هنايا، نضبطهم مع بعضاهم. فوالا باستعمال المسطرة جينا سوا سوا بهاد الطريقة، ورانا رسمنا هادي تاعت الكتف. وهنايا بالنسبة الهبطة تاع الرقبة، حنا نعرفو بلي رقبة مدورة، دوك على حساب الموديل تاعنا. بصح دوكا بما اني يعني نخدم في باترون اساسي بعد راح ندير عليه التعديلات، بما انه مدورة هاد القياس نفسه اللي راه هنايا 7.6 هو اللي راح نهبط به منا، راح نهبط هنا ب 7.6 ثاني. نشوف هنايا 7.6 هي اللي راح نهبط بها هنايا، نهبط هنا ب 7.6 من تحت، شوفوا هبطت هنا ب7.6. دوكا نسيي باستعمال البيروكي باش نربط بين هادو النقطتين هادوما، باش تجينا الحفرة تاع الرقبة. حنستعمل البيروكي باش يجيني بشكل مدور، الرقبة تاعنا باش تجينا بشكل دائري. ندورها بهاد الطريقة هاكا، نرسم عند هاد بين نربط بين هاد النقطتين، فوالا باش تجينا الحفرة تاعت الرقبة هنا. هذا دائما نهدر لكم هذا باترون اساسي، بعد راح نديرو عليه تعديلات، هذه بالنسبة للامام ماشي للخلف. دوكا نروحو لخط الابط، نجيب الورقة تاع القياسات تاعي. خط الابط عندي 90 سنتيم، بما اني راني نخدم الجهة ربع الامام راح ندير 90 سنتيمتر نقسمها على 4، تجيني 22.5، 22.5 على خط على خط هذا الإبط راح ندخل ب 22.5، نحسب هنا 22.5 راح تجيني 22.5، نحط جوست المسطرة عندها هنايا، فوالا 22.5 نحط نقطة. فوالا نفكركم باش تشوفوا معايا، هاي هنايا 22.5 حطيت نقطة هنايا. فوالا نزيد نهبط عند خط الصدر، خط الصدر عندي 102 نقسمها على 4 تاني، 102 نقسمها على 4 جاتني 25.5. على خط الصدر ندير 25.5 على هاد الخط، نحدد علامة
لا يا بس كنستغرب، هاي جنيتني 25.5 هنا، هنا كملت تلت ساعة حتى 25.5، هنا ونحط علامة. فوالا نزيد عندي خط ال ولا عفوا دائرة ال دائرة الخط الخصر عفوا 90 سنتيم. 90 هي كي قسمناها على 4 عطاتنا 22.5. نعاود على خط الخصر هنايا، على خط الخصر هنا نحسب 22.5 وندير علامة 22.5 هنايا. نجي هكا باش تساعدني، 22.5 فوالا، ندير علامة هنايا. أما دائرة الأوراق جاتني جاتني 112 نقسمها على 4 صافي 28 سنتيمتر. هنا راح نمشي ب 28 سنتيمتر كت فوالا. بون هنايا يعني مجينية، لازم نعاود نجبد باسكو الوقت هنايا، حنا نجبد هاكا 28 سنتيمتر هنايا. باسكو راني ندير الطابلة تاع الماشينة، باردون ماشي الطابلة تاع الماشينة، الطابلة تاع الحديدة، مش مشكلة راح نجبدها بشوية باش تساعدني. بسم الله. دونك نمشي 28 وانا قد قد عند 28 فوالا. دونك هادو هما النقاط تاعي، شوفوا غادي نحط لكم الكاميرا باش تفهموا عليا، نحط كاع النقاط اللي نسحقهم فوالا. عندي هنايا الرقبة ديجا راني حفظت هنايا، وعندي على خط الكتف او هذا الكتف تاعي، عندي ربع دائرة الابط ها هي هنايا باش ما ننساش 22.5 نكتبها هنايا 22.5، وعندي دائرة خط الصدر ربع تاعو 25.5، خط الخصر 22.5 ثاني هو، وعندي دائرة الاوراق صافي 28 سنتيمتر. دونك هنا كيفاش راح نوصل بين هاد النقاط؟ بالنسبه للتقويره اللي كنت قلت لكم عليها في الفيديو السابق تاعت لي مونشور، هذه هاد التقويره هذه. دوكا كيما قلت لكم على حساب اللباس، حنا نديرو حسابنا الباترون الاساسي راح نديروها كشغل تجي جوست مع خط الصدر، ومن بعد على حساب اللبسه اللي راح نديروها نزيدو نطلعو يا نزيدو نهبطو. دونك يعني التقويره تاعت لي مونشور اش غنديروها؟ راح نوصل بين هاد النقطة اللي هي هنايا هنايا وهادي حتى نهبط لهادي عند الصدر بهاد الطريقة. شوفوا لي ال 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 البيروكي ولا البيروكي تاعكم حكمو بهاد الطريقة، وسيو توصلوا بين هاد النقاط. حتى ولا كان دخلت في خط الإبط ما يهمش، باسكو خط الإبط راهو ديجا يجي داخل. راح ندخل بهاد الطريقة، شوفوا في شوفوا معايا بهذه الطريقة. نوصل بين هاد النقاط اللي هي نقطة وين كاين خط الكتف مع سي، كيفاش نعدل البيروكي تاعي حتى نتوصل، كيفاش نوصل نفس نوصل بين هاد النقاط ونرسم هاد الخط المائل. فوالا معايا كيفاش جاني الخط هذاك معايا. هادي راني ما درتش عليها، خليتها زياده، ودير حسابكم بلي الامام راهو هنايا. هنايا راح نزيد ندخل بشويه في الخط العرض، علاش؟ لانه هنا دائما في اللباس تاعنا تلقاو بلي جهه الامام تاعها شويه محفوظ على جهه الخلف، خلف البنطلون. ومن بعد هاد بالنسبه للنقاط الاخرين مبدئيا راح نوصل بيناتهم بالمسطره عادي، هذه بما ان هاد المسطره راح تجيني مزيانه بزاف.
هكا راح نوصل بالكوس تاعي، وبعد ما يكون كيفاش راح نديرو الحناءات، نوصل بين هاد النقاط هادوما اللي راني ديجا محددتهم. اخر نقطة هي هاد النقطة بين هادو بين هادي وهادي، اللي هي خط الخصب وخط الأوراق. نوصل بيناتهم هاد النقطتين. بالنسبة لخط الأوراق، هذا الخط، هذا الخط خط ارتفاع الأوراق، باش نعرف جسم الإنسان ولا جسم المرأة ماشي جاي هكا، جاي ديريكت هكا، يعني هكا تجي صامتة ماشي مليحة. وكان فيك شغل هو يجي هكا جاي شغل مائل ماشي هكا، وباش نتحصل على داك الميل يكون ميل صحيح. واش راح ندير خط الارتفاع الأوراق كما قلنا راهو كي حسبته لقيتو 20 سنتيم، راح نطلع على خط الأوراق ب نشوفو واش حنطلع. ندير نصف تاعو، نصف تاع دائرة الأوراق، نصف عفوا ماشي دائرة الأوراق، ارتفاع الأوراق راح نطلع ب 10 سنتيم ياك، نصف ماشي مهمش 10 سنتيم، أنا راني نقولكم بالنصف. هذاك النصف نطلعو فوق النصف ب 2 سنتيم من هاد الجهة هنايا، راح نرسم هذاك ندير النقطة تاع 13 سنتيم باش تفهموا علي أكثر. نطلع هنا ماشي عفوا ماشي 18، هو ديجا 10 لا 12 سنتيم هنايا، صافي النصف هذاك 10 سنتيم، نطلع عليه ب 2 سنتيمتر. من كان 2 سنتيمتر نرسم خط عمودي هنايا، معايا خط عمودي حتى نلحق نقطة هنايا، حتى نلحق النقطة ونتلاقاو هادوما. راح نسيي كيفاش هكا، نعاود نعدل بيناتهم بحيث انه ما تجينيش هاد ال هاد ال هاد ال هاد ال هاد الاخرى. نخرج على هاد ال هاد ال الخط اللي قلتو، نخرج بان سنتيم باش يساعدني العملية هذه. 1 سنتيمتر نحدد النقطة، هذه النقطة راح نوصل، شوفوا هذه النقطة هذه اللي درتها هنايا، نوصل بينها وبين نستعمل دائما الكيروكي، نوصل بينها هكا بين هذه النقطة وهذه النقطة والنقطة تاعت خط الأوراق، راح نوصل بيناتهم باستعمال البيروكي بهذه الطريقة. يعني راح نبدا ندور في البيروكي حتى نتحصل على الشكل اللي راح يوالمني. فوالا هكا نوصل، يعني كما قلت لكم جسم المرأة جاي هكا، جاي هنا خارج، يعني هذا الخط راح نمحيه. هنا راني تحصلت على، شوفوا بهذه الطريقة راني تحصلت على الباترو الاساسي تاع الجهه الاماميه، باش ما تتلف لكم الشوكاع. نقدروا من هذا الباترو راح نخرجوا الباترو تاع الجهه الخلف، نعاود نحددوا برك بلون مغاير باش يكون واضح اكثر. وانا هنايا نمشي هنايا هكا، نكملوا راح نكملوا كاع، نحددوا نوريه لكم باش يكون اوضح لكم ان شاء الله. بون شوفوا كيفاش خرج لي الشكل. هنا راني هنا هذه رسمتها غلطت فيها، هذه تاع الخلف، دوك نريد نفهمها لكم. هنا راني في خط الابط دخلت ب 1 سنتيم على هذه، خط الابط اللي راني درت هنا دخلت به ب 1 سنتيم، دخلت فيه وعاودت حفظت الحفره تاع الامام، هذه هي. وها هو الشكل تاعنا كيفاش خرجنا من الامام. على هذا الخط نفسه راح ندير لكم كيفاش نديرو تاع بالنسبه للخلف. الخلف ما يختلفش بزاف على الامام، ما عدا هنا في الرقبه. الرقبه هنايا عند خط الكتف هنايا ما نهبطوش، هذا هنايا ما نهبطوش ب 2.8، نهبطو ب 1 سنتيم فقط، هذا مكان ولا على حسب دوكا، كيما ماشي دوكا صحيه على حسب الموديل، بصح دوكا انا نخدمو حنايا في الاساسي. دونك الاساسي ندير الحوج عادية، ماشي ما فيهاش حتى موديفيكاسيون، بعد على حسب الموديل اللي راح نديروه نديرو فيه موديفيكاسيون، ونربط بين النقطة هذه تاع الكتف هذه وهاد النقطة باستعمال البيروكي. فوالا هاكا، هادي راهي خط
شغل هكا منحني شويه. بالنسبه لهذا هو الاختلاف الاولي كان بين بين الامام والخلف، وكان اختلاف هنايا هنايا بالنسبه ل بالنسبه ل بين كي نهبطوا من خط الكتف حتى الخط الابط، راح نهبطوا بشكل عمودي ومن بعد راح ننحني على هذه النقطه من هنايا، راح نهبط بشكل عمودي هنايا، نهبط بشكل عمودي فوالا، نحط الكوس تاعي عند النقطة هذه ونهبط بشكل عمودي، من بعد باش راح ننحني هنا هذه النقطة. شفتوا هذه هي اللي كنت كل من هذيك تاعت الخلف، وانا هي راح تدرتها تاعت الأمام. ومن بعد بين هذه النقطة اللي تحصلنا عليها وبالتالي راح نرسم خط منحني بهذا الشكل فوالا، راح نوضحه لكم بلون وغير باش تفهموا عليا. راح نديرو بهذا الغص باش يبانلكم اختلاف بين الامام والخلف. راح نديرو بلون مغاير هنايا، شوفوا هذا هو تاع الخلف تاعي، هذه الحرده تاعت ولا التقويضه تاعت الرقبه من الخلف. وعندي هنايا ثاني في هذه هنايا راح يكون الخلف تاعنا زايد على شويه ب 1 سنتيم على الامام. نهبط هكا فوالا بالطريقه. هذا هو الاختلاف بين الامام والخلف، هذه تاعت الخلف هنايا وهذه تاعت الامام يجي محفور شويه على القدام، لانه كون درتو الامام مع كيما الخلف راح تشغل في كي تجي تلبسوا ديك الحاجه تبان لكم هذاك الشغل معمره معبنه، هذاك الزياده تاع 1 سنتيم لا تبان لكم معبنه. ولا درتو تاع الخلف قد تاع الامام ما حيجيكم كشغل اللبسه تاعكم ما حتجينيكم تجيكم مزيره ياسر. دونك على بها لازم ناخذ القياسات تاعنا بدقه قبل ما درنا درناها على القماش. نغلطوا في الورق ماشي مشكل، ونغلطوا صح ونغلطوا صح، وليسونسيال ماشي حتى نروحوا للقماش. وهذا هو الباترون الاساسي تاعنا من الاعلى. من بعد كاع هادو الحوايج باش تشوفوها بيا فوالا، هذا هو الباترون الاساسي تاعنا كما راكم تشوفوا. هذا هو كما راكم تشوفوا دوكا، غير عاودوا جربوه ان شاء الله يخرج لكم احسن ان شاء الله. كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، نتمنى اني افدتكم ولو بالقليل. اذا عجبكم الفيديو هذا ما تنساوش ديروا بيك 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 لايك، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم احبائكم تاع الفائده. اذا ماكمش مشتركين في قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وابوني واشتراك. واذا عندكم اي استفسار اي تعليق اي حاجه اكتبوها لي في خانه التعليقات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.